لما بتجمعوا بيانات هذه الحالات وقصصها كنشطاء بقى وبتعرضوها أمام المؤسسات الدولية، بتجيلكوا ردود عاملة إزاي؟ يعني حتى يصل هذا الاحتلال لهذا القدر من التبجح، يعني ده احتلال يعي ويستوعب، بل هو متأكد 100% أنه لن يحاسب، صح؟ صحيح. طب بيردوا عليكم المؤسسات الدولية والمؤسسات الحقوقية ومجالس حقوق الإنسان حول العالم، بيردوا عليكم بإيه؟ يعني يرسلون فقط المعالجين النفسيين لهؤلاء الأطفال بعد خروجهم من السجن، أو يقومون بمتابعتهم أثناء اعتقالهم المنزلي داخل المنزل، ويعني فقط الاستنقاذ السجد، يعني البيانات التي يعني يقولون فيها نحن ضد هذا الاعتقال وسياسة الاعتقال هذه فعلا. ولكن يعني لحد الآن لم نرى أي تنفيذ في عرض الواقع يجبر ويمنع الاحتلال من أن يقوم باعتقال هؤلاء الأطفال، لن ولم يعني نرى لحد الآن. أشكرك أمير مراغة الناشط الحقوقي من القدس المحتل.